نبتدي كالمعتاد بأهم الأحداث والأخبار اللي معانا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التهنئة إلى ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند بمناسبة تجديد الشعب الهندي الثقة في قيادته لفترة ولاية جديدة. وأعرب سيادة الرئيس عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي عن تطلع مصر للعمل المشترك في الأعوام المقبلة لفتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التاريخية اللي بتجمع البلدين والشعبين الصديقين وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لعملهما المشترك. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة بعض ملفات العمل الخاصة بوزارة البيئة. لفت رئيس الوزراء إلى أهمية التحول الأخضر ودوره في دعم النمو واستدامته على مستوى القطاعات المختلفة، وأكد على أن الدولة ما زالت تضع هذا الملف على رأس الأولويات. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التهنئة لناريندرا مودي رئيس وزراء الهند بمناسبة تجديد الشعب الهندي الثقة في قيادته لفترة ولاية جديدة. وأعرب الرئيس السيسي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي عن تطلع مصر للعمل المشترك في الأعوام المقبلة لفتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التاريخية اللي بتجمع البلدين والشعبين الصديقين وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لعملهما المشترك، متمنياً التوفيق والسداد لرئيس الوزراء الهندي ولشعب الهند الصديق المزيد من التنمية والرخاء. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة بعض ملفات العمل الخاصة بوزارة البيئة. ولفت رئيس الوزراء في بداية الاجتماع لأهمية التحول الأخضر ودوره في دعم النمو واستدامته على مستوى القطاعات المختلفة، مؤكداً أن الدولة ما زالت تضع ذلك الملف على رأس الأولويات. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة بعض ملفات العمل الخاصة بوزارة الشباب والرياضة. خلال اللقاء قدم وزير الشباب والرياضة عرض حول أهم ما تم إنجازه في قطاع الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع خلال المرحلة المقبلة. امبارح أكد الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشؤون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار إن التسعيرة الجبرية للمستحضرات الطبية بتعد اختصاص أصيل لهيئة الدواء المصرية دون غيرها، وأن قانون إنشاء الهيئة رقم 151 لسنة 2019 نص على أن تتولى هيئة الدواء المصرية تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية والضوابط والإجراءات المنظمة لتسجيل وتسعير وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام القانون والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها ومتابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بها بما يكفل حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين.